تحية صباحية، شريط قصير منذ الأيام من ذاك العام. جينا نقلبوا على الثلج، كان غير الشتاء ولكن ما ندمناش، لأن المنظر جميل يغري بالمتابعة، يذكرك بمناخات الأغلبية، يقولوا مناخ سويسري ولكن مناخ مغربي إفراني جبلي خريفي، جميل وجميل جدا. الأوراق في مختلف الألوان، من الأصفر إلى الأخضر، توت لي نيونس. السماء من الأزرق إلى الرمادي، يا سلام. والأرض مغسولة نقية، يعني اللي قال هذاك ولا اللي قالت هذه كل فوق منها معذرة. إذا أكيد أنني سأصمت وأترك العينين أو الناظرين يشاهدان هذا التناسق والتناغم في الألوان النباتية والسماوية. والسماوي، الله يداوي. تحياتي واحتراماتي، شكرا على المتابعة. لا حرمكم الله من زيارة يفرن أو إفران الجميلة.